رشا بهيج خبير التجميل بتؤمن بدور الجمال في تغيير نفوس البشر، وعلشان كده قررت يكون ليها دور إيجابي في دعم سيدات بيمروا بحرب صعبة مع مرض السرطان. رشا قررت ترفع معاهم شعار انتي لسه جميلة وتقدري. انتي لسه جميلة، لسه عايشة ولسه حاسة كل حاجة حلوة فيكي، ولا فيكي حاجة ناقصة. الفكرة ان انا ليا صديقة صاحبة حملة دراعي خط احمر، دكتورة مها نور. دكتورة مها نور بتعاني من المرض دوت، هي صديقة وعميلة عندي. جت كلمتني، هي على طول كل ما بتبقى متضايقة او بتاخد جلسة او بتاخد حاجة بتيجي بتعمل شعرها، بتعمل نتواج كده يعني. فلما جت كلمتني قالت لي رشا انا حاسة ان انا لما ببقى معاكي ببقى مبسوطة وكده، فانا عايزة الدعم النفسي عليه اكتر من 90% في المرض، فانا عايزاكي نعمل حملة توعية. وانا بعمل في كل المجالات دوت في الجروب بتاعها ان هي كل واحد يساعد بحاجة، يعني مثلا المريضة محتاجة كوافير، لو ما فيش شعر خالص اضبط شعري ازاي، لو بشرتي اتبهدلت من الكيميكالز اعمل ايه. فدوت ممكن يبقى حاجة فور فري اللي يقدر على حاجة يعملها، وفي نفس الوقت بندعم الناس انها ما تقفلش على نفسها. كل واحدة من محاربات السرطان قد ما المحنة اثرت فيها وصحتها قد ما عرفتها بسلاح سري اقوى من الادوية والجلسات، حبها لنفسها والمعافرة مع الحياة. حتى لو تغيير بسيط، يعني انا حتى لو شعري قصير وهي عملت لي فيه تغيير، انا لما ببص لنفسي في المرايه شعري حته من جسمي راحت، شعري بيروح، في حاجات كتير، تغيرات كتير في جسمي بتحصل. باخد علاج هرموني يموت هرمونات الانوثه في جسمي عشان ان انا ما ارتدليش ورم تاني. فكل الحاجات دي مؤثره في نفسيتي انا، في حين ان انا علاجي 90% منه نفسيه. انا مش عايزه حد يدعمني، انا هدعم نفسي، انا مش مستنيه دعم من حد عشان ما فيش حد بيدعم حد. انا ومحاربين بندعم بعض. انا ام واب لثلاث اولاد، فكان صعب اول لما عرفت موضوع المرض، كان صعب عليا جدا جدا، لان ولادي من بعد ربنا سبحانه وتعالى ما كانش من غيري. انا اليوم اللي انا جيت فيه انا اتصلت بيها الاول، قلت لها ما دامش، قالت لي ايوه، قلت لها انا مديحه علي محاربه سرطان وحابه شكلي وحابه اغير من نفسي، وفعلا جيت غيرت تماما في شكلي. عايزه اقول لك اقسم بالله انا اليوم دوت عملت لي لون جديد، ميك جديد، انا بقيت مبسوطه، حاسه اني مش انا، انا مش انا، لا ايه ده حد تاني خالص. طبعا ده كان عامل نفسي جدا جدا حلو، واداني حق اكتر للحياه، وان انا حابه الحياه اكتر، لاني فعلا فعلا حبي نفسك واهتم بنفسك مش لاي حد تاني، لان ده بيدي فعلا عامل حلو جدا لينا، ان احنا اللي نحب نفسنا، مش هنستنى ان حد يقول لنا اعملوا كذا، لا احنا هنحب نفسنا. أنا بصراحة يعني أنا كنت شبه ميتة، يعني أول ما شفت وشي وأول ما مسكت شعري كده بإيدي وهو عمال بيقع، يعني مش إحساس فظيع، إحساس صعب جدا 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 عليكي إنك إنسانة كل حياة، يعني كل حياتك بتنهار. شعري بدأ يطلع، بدأت الحياة تحلو في عينيا، حسيت إن أنا عشت، حسيت إن أنا اتولدت من جديد. كل ابتسامة، كل لحظة سعادة شافتها رشا على شفايف ستات الألم والتعب عشش على وشوشهم أيام طويلة، بيديها القوة والدافع إنها تكمل رسالة نبيلة بتتمنى كل الناس تنضم ليها. إن أنت تبقي سبب في ضحكة حد، أو حد يدعيلك بظهر الغيب لو ما يعرفكيش، أو حد يدعيلك دعوة جامدة أنت فرحتيني، دي حاجة بكنوز الدنيا كلها، مش محتاجة أي فلوس يعني. فأنا شايفة إن ده يعني كل واحد يقدر يعمل اللي يعمل عليه، شايفة إن هو دعم أقل من العادي.